أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه يتم الاستعداد حاليا لطرح حجز 120 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي في 5 مدن جديدة، هي أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وبدر والخامس عشر من مايو والعاشر من رمضان. وأضاف مدبولي أن تسليم الوحدات سيكون بعد 30 شهرا، وسيتم تقسيط مقدم الحجز على هذه المدة للحاجزين تيسيرا عليهم، بينما سيتم تقسيط باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري المقرر.